السلام عليكم الاخوان. مرحبا بكم في فيديو من سوق الصباح بتاريخ 10/4/2021. غنديروا ان شاء الله البقرة واردة البقرة ظاهرة والعجولة والعجلة السابين ان شاء الله. الفيديو خاص بهذا الشيء. هذه بقرة موبيليا كبيرة سنة سنة دي السلاسية يلا جايبة مجموع الاول السلاسية يلا جايبة مجموع الاول ظاهرة ظاهرة بشهرين ظاهرة بشهرين يعني يلا مديرة معمرة ثمان مقوده 300 نقولوا فيها الجنيه لا قسم الله 300000 باش شاده 15000 كيقول 20000 ديال الدرهم اللهم بارك. الهوستاين تاعي معاه شدوه مع الهوستاين اللهم لا يحس برك لا يحس اللهم بارك نبينوكم ماشي مشكل هوستاينية جوج وستين يعني 23000 ديال الدرهم 23000 ديال الدرهم 45 يورو بنت غرامه مربوطه قدام قهوه هذه ما والدهاش هذه هذه 45 يورو بنت بلجيكيه لا بنت هو يشري وسطين انا غادي نمشي نشد عليكم اخوان نبين عليكم تبارك الله ما شاء الله لا حال واو جنالي لا حسبك الله. بالنسبه للسن يبقى لنا غير السن السن ديالها شحال هذه جامعه جامعة الله يسخر لكم الله يجيب تيسير انا غادي نمشي نشد على العجيله ياك ماشي مشكل نمشي نشد على العجيله حليت الارض يا اخوان كتحلب 45 يعني اللهم بارك الله يسخر انا غادي نمشي اخوان نشد على العجيله تاعي عندي اخوان هي بنت ديال هولشتاين ديال 62 يعني 23000 ديال الدرهم ويا السير غادي يبغي فيها الرباح الاخوان تماركم عارفين الناس تري فيها تيعرفوا هذا الشيء نتمناو ان شاء الله الفيديو يكون مزيان يعجبكم تحياتي لكم الاخوان المتابعين ديالنا في مدتهم في المغرب من طنجة حتى الكويرة ومن خارج المغرب من اسبانيا حتى اخر قطعة العالم تحياتي للناس تاع المجموعة المغرب الله يسخر الجميع الله يعاونكم وتبارك الله عليكم هذا اخوان بقات هولشتاين شارولي شارولي بير شارولي وليداتهم شاروليين ولدهم تما شاروليين جوج كورة شارولي هذه ثنية هذه ثنية هذيك جيبها الطرافيات أخرى جيبها الطرافيات هذيك من هي الله جيبها هي الطرافيات شي وحدة فين ما والداش لا هذيك من هي دافع دافع هادو جوجات والدات والدات الثمن الثمن خدناهم اسيدي ب 4 مليون و 40000 عطينا فيهم 60 ديال الربح 4 مليون و 40000 عاطينو 4 أونص انتم كما تشوفوا الاخوان هما البقرات راه مازال غادي نشدوا الرقم ديال السيد الاخوان حيت كنا ملي كنحطوا الفيديو كيلقاو الاخوان كيتواصلوا معنا اول وليد شارولي هذا فينا شارولي فينا شارولي فينا شارولي هي هذه الثنية هي الثنية وهذه فين اللي جايبه الطراف واللي من لهيه جايبه مجموعة جايبه مجموعة انتم الاخوان تشوفوا السلعة كي دايرة تبارك الله العجيلات ها هما الامهات ها هما العجولة بجوج كبار تبارك الله ما شاء الله بقرة زوينة عاطينو 4 ونص الصديق ديالنا ديما كيخلي على الصوت ديالنا فما كيكونش معانا انتم اذا غادي نمشيو نشدو دابا النمرة الله يسخر خلي لينا السميه والنمره اللي بغا شي واحد شي حاجه مرحبا دير 0678 75 41 75 هي عاود راه زربتي واقيلا 06 78 45 41 75 السميه السميه بلاش فين يجيو عندك هنا في السطاط ولاد سعيد السطاط ولاد سعيد السطاط اخوان السلعه تبارك الله هي زينه الله يجيب لي التيسير تاع هو الرباح ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك سير سعيد لبنو ياك سعيد لبنو اي سعيد لبنو الله يحفظك تبارك اللهم بارك يا اخوان بعدا نبين الصورة عاد نمشي ناخذ المعلومات ناخذ الثمن
عجب بلدي هذا؟ بلدي بلدي. أمو كي دايرة؟ كروازية. كروازية. أييه، سنة كي دايرة في السنة؟ سداسية. سداسية، شنو عاطينا الأرض؟ عاطينا 350. 350 يعني 17500 درهم. 17500. 17500 درهم. كل واحد غنسولو كي داير السوق اليوم؟ السوق اليوم شوية ماشي. كاين خروج كاين الشاري كاين الشاري والبيع قليل كاين الشاري والبيع قليل اخوان اللهم بارك الله يسخر لنا 17500 سداسي شوف الصديق ديالنا شادي على الثمن تاعو السلام عليكم تعطينا الثمن ديالك هي ماشي مشكل الله يحفظك الثمن ديالها هي ولدها بعدها هي شطينية شطين والعجل تاعو كروازي العجل كروازي 420 22 21000 ديال الدرهم بالنسبة للسن ديالها والحليب شحال كتكلف 28 28 اطرو سنة الله يرضي عليك سنها هو الاخر مجموع جديد الله طال مجموع جديد اذا ما تبعتش شي حاجه خطر خلينا النمره نبغى شي واحد ماشي مشكل واخا خلي النمره 06 69 06 69 اخوان 50 75 26 75 26 100 مليار شعيب مليار شعيب يجي اللي بغى شي واحد يجي عندك هنا في الطاط التليفون يا مرحبا وصلت الدرب تليفوني وضربوا ضرار عند 4 اشهر ضرار اخوان عند 4 اشهر ديال الضرار 4 اشهر ديال الضرار اللهم بارك مليحه عجبتني بس المولاي الله يجيبك شهور ديال الدار اي الله يسخر كارونتي شنو الموقع عندك انا غادي نعطيك الربح ديال القناه اسواق ماشيه في المغرب لا ربح اسواق ماشيه في المغرب اي الله يعاونكم الله يجيبك نشد من الجافه مليح حسب اللهم بارك غادي نمشي باش نبين لك معايا ان شاء الله هذا عجل قول شارون عجل شارولي شارولي اه هو كسابي شارولي كسابي اخوانا شارولي الثمن مليون و36 هذا بحال هذيك الايامات اللي كان الغلا شويه شحال كان يدير 50 مليون و50 كان يدير كما كتسمعوا شحال ناقصه فيه ناقصه فيه واحد 20000 تقريبا تقريبا 1000 درهم اخوان انا غادي نشد عليه تا هو غنشد عليه ان شاء الله مليون و36 مليون و36 الله يسخر لي وهذا ود عمي الثمن مليون دابا كتقول لي مليون 15 اللهم بارك اخوان الله يجيب التسامح الله يفكونا اخوان بسبب الربح ان شاء الله ما بغيش الخساره حتى واحد ما تبغي غير خساره هادشي اللي كاين الله يجيب لك التسامح تبارك هذا مليون 40 يعني 4 12 ألف ديال الدرهم و 300 شهر ولي تاهو اللهم بارك الله يسلمك 12 ألف درهم زرع زرعنا زرع تبارك الله كاين السوق السابي كاين شي بيع 20 القضية شوية واقع شوية القضية شوية راجعة للور شوية 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 اخوان واخا هادو بلجيكيين بلجيكيين الثمن ديال كل واحد مليون و 50 هذا 56 هذا مليون و 50 12500 وهذا مليون و 56 هذا سلعة زوينة هذا سلعة مليحة 12800 هذا انتما الاخوان كتشوفوا عنده واحد شعر واحد الموبيليار تا هو غادي نشدو عليه ان شاء الله
موبيليا وهذا تمام غادي يكون فايت الثمن تاع الموبيليا 86000 مليون 86000 14000 في الثمن يجب أن نمتسر صراحة هذه يزاق الأخوان يجب أن نمتسر الفاحة استلع إن شاء الله بخير شريك أنت من الأخوان بس السوق قلت لي دير مرخي شوية السوق مرخي شوية الأخوان ما أعطاوك الثمن اللي بغيتي ولا شي ما كاينش الثمن ما كاينش الثمن ناقص الثمن ناقص دابا هذا اللي من هنا شحال هذا بالجي هذا 65 مليون و65 دابا قبل هاد شي دابا شي شهر تقريبا شحال كان في ديال هاد الايام اللي سمعت هاد الاخبار ديال الحبيس هذا ديال كورونا رجعت شويه كما سمعتوا اخوان ملي سمعوا الناس القضيه ديال كورونا والسدان شويه رجعت مليون و65 يعني 13250 ديال الدرهم نتمنوا ليه ان شاء الله يبيعوا بالرباح والاخر اللي ملهي مليون 76 مليون 76 18800 يا والله جميل الرباح يا اخوان مليون 76 يا ربي فوق السلعين نتمنى ان شاء الله يفوق السلعة هذا الراجل هذا درويش لا عمر هذا اللي بغى يشري راه والله الا كيرخب الله كير كير كنت ما سمعت والله اللي بغى يشري راه كير شفت عليه باش نبين الفورمه ديالك اي خليها زاكي لا محمد قالت له انا جاي عاد غادي انا نجي يمشي راه 110 الله يسلمك